على الستات ما يعرفوش يكذبوا لانه ودي حاجه جات لك. ايوه جات لك هدايا امبارح قد ايه؟ طبعا كل سنه وانت طيب حبيبي، كل سنه وحضرتك طيب. امبارح كان عيد كام هديه امبارح بس اعترف امبارح كان عيد ميلاد حضرتك؟ النهارده الهدايا جت من امبارح يعني سلمى قامت بالواجب و الهدايا يا فندم جت ولا لسه ما جتش؟ طمنا. ما انا ما شفتهمش. قالوا لك ان الهدايا جت؟ هنشوف النهارده. كل سنه وانت كل طيب وعيد ميلاد سعيد يا رب. انا بشكركم جدا والله، لفته بسيطه من برنامج جميله جدا. سنه سعيده على حضرتك. احنا سعداء انت معانا النهارده يوم عيد ميلادك. انا بشكركم جدا والله. احتفلوا في البيت ولا لسه؟ ما شفتهمش. لسه ما شفتهمش. طب يعني انت مش عازمهم على العشاء بمناسبه عيد ميلادك؟ ومش هتجيب لهم هدايا بمناسبه عيد ميلادك؟ انا اجيب لهم. لا يعني عاده حضرتك تعزمهم على العشاء بره بمناسبه عيد ميلادك، مش عامل كده؟ قوي لا، نعمل يا فندم حاضر. لا مالكش دعوه، نعمل. انا اللي اعزم. مفيش خطه، مفيش خطه تقريبا يعني. لا مبقاش في خطط عندنا في الحاجات دي، بس انا سعيد بالمفاجاه بتاعتكم دي والله. ربنا يخليك.